خليني اذهب لي انا وقفت قدام، انا قدامي لسته البرامج كلها الحقيقه، وقفت قدام تاملات في نعم الله. وتاملات في نعم الله هي مجموعه من الادعيه زي ما انا فاهمه او نصوص كتبها الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وبيقدمها بصوته. قول لي قصص هذه النصوص او هذه الادعيه باشمهندس. هي مش ادعيه، هي زي اسمها كده ما بيعبر عنها، تاملات في نعم الله. الاستاذ بهاء كاتب يعني ببساطه شديده تاملاته هو الشخصيه في نعم ربنا علينا. واعتقد ان هو مشغل على 400 نعمه، احنا خدنا منهم 30 في رمضان. التاملات ديت ما هياش، طبعا احنا متعودين على الشاعر بهاء الدين محمد انه بيكتبه الناس بتغني طبعا، بتبقى غالي. المره دي المختلف ان هو بصوته بيؤدي هذه النعم، ولو سمعتيها هتحس طيب بالاحساس نفسه. طب نسمع جزء من استاذ الكاتب الكبير استاذ بهاء الدين محمد، وهذه اول مره يلقيها بصوته، يعني يمكن بيكتب كتير لكن هو بيؤدي هذه التاملات بصوته، واعتقد هتكون معانا على اون برضو يا باشمهندس حسين. على اون ان شاء الله. على اون بعد الفطار، على اون نشوف نسمع الكاتب الكبير بهاء الدين محمد وتاملات في نعم الله. كل نقطة مية مشيت كام مشوار، كل نقطة مية ليها تاريخ جبار، كام مرة طلعت للسما ونزلت مطر، وارتوى منها في حياتها كام بشر، وقد ايه نزلت في أنهار أو بحار، وقد ايه غاصت وسكنت في الأبار، وقد ايه عبرت في أشجار وفي ثمار، مشيت في كام كائن خلقته يا الله، ويا ترى وهبت بأمرك كام حياة. هي نقطة بس علم ملوش حدود، دي كل نقطة عمرها عمر الوجود. محتار أقولك تاني إيه يكفينا، أقول نقطة المية اللي جاية عشان ترويك ممكن تكون صدفة ارتوى منها الرسول.